شمس الدين، أهلا أهلا، السلام عليكم، مرحبا. لاباس الحمد لله، وانت صحيتك؟ أيوتا، هاي هاي، how are you? How's it going today? I wish that you are all doing good and well. Just like to make a حديرو life خفيف. راح نشرحو فيه درس ال all the though and even though. وفي نفس الوقت نشرحو درس ال prefix و suffix و past simple. و fine أيوتا، good. Nice to hear that. ووضعية إدماجية أيضا ستاندر راح نقدمها لكم، بوضعية إدماجية جاهزة تاع الوحدة الثانية اللي هي Ethics in Business، وكذلك الوحدة الخاصة بالشعب العلمية في Safety و Healthy Food. أوكي. راح نقدم لكم اقتراحات اللغة الإنجليزية لجميع الشعوب. كل ما عليكم من عند فيسبوك يدخل حساب تاعي أيمن شغب، هذا هو كما راكم تشوفوا في لحظة فقط، هذا هو حسابي على الفيسبوك. ديروا لي، ابعثوا لي انفيتاسيون ونقبلكم، ونعاونكم بالملخصات في الفقرات والمقترحات، خاصة شعبة أدب وفلسفة ولغات أجنبية. أبدا مزيان، أهلا مرحبا، شحالكم؟ كامل إن شاء الله كلكم لاباس. إذا قلت لكم ديروا لنا خاوتي خواتاتي اللي عندكم بكالوريا السنة ولا العام الجاي، بعد هذا الحساب أيمن شغاب AYMENCHEBAN، كما راكم تشوفوا في هذه التصويرة، هذه هي الفوتو دو بروفيل، هذا هنا، هذه صورتي، وهذه فوتو دو بروفيل، وهذه فوتو كوفرتيو، هذا هو الحساب تاعي اللي انا حاط فيه نورمال ملخصات. كيكي كوكا، صباح صباح، الحمد لله. وهيبة عاشور، مساء الخيرات، مساء النور، مساء الفل والياسمين. هنا ها هي الملخصات تاعي اللي حطيتها في الحساب تاعي في الفيسبوك. كما قلت لكم ديروا اباني في حسابي في الفيسبوك، واباني في القناة تاع اليوتيوب، وان راح نحط منوك في الفيسبوك اكثر، ومن بعد في الانستغرام. كما قلت لكم هذا هو حسابي، ونبداو بخلي بارتاجيو اللايف، بعثوا لصحابكم اللي عندهم باك حر، شكل كسوا كانوا كونديدا ليبر ولا نظاميين، باش نمدو لهم اليوم المقترحات النهائية بإذن الله. شعبة أدب وفلسفة، شعبة لغات أجنبية. هنا حاط لكم الفاينل دي والفاينل اي دي، هذاك الجدول اللي عليه سنين في البكالوريا. وهذا الدرس تاع ملخص درس كونديشنال تايب 1 اند تايب 2 اند تايب 3. بعد عندنا وضعيات، مازال ما حطيت احدنا فرض وضعية، الوحدة الثانية شعبة اللغات وشعبة العلوم التجريبية، شعبة أدب وفلسفة، كل شعب عبارة عن ethics in business، الأخلاق في العمل. ها هيك هنا مقدمة ستاندر مع العرض والخاتمة. كذلك تصلح لي موضوع سيفتي فود، الوحدة المخصصة للعلميين،
Hello, Dr. Eamon. Hello, Ehana. I wish that you are doing good. Long time no talk. وش من شعبه كنت شعبة أدب وفلسفة. شحال جبت المعدل تاعك؟ 13.37. ثلاثة عشر سبعة وثلاثين شعبة فلسفة لونج ليست 16.5. الله يبارك يبارك فيك، شكرا. كما قلت لكم هذا حسابي على الفيسبوك، هذا السؤال تقدر تقولي أجوتي تجوتيوني قبل الانفيتاسيون تاعكم باش نبداو مراجعة خفيفة للغة الإنجليزية، تكون مراجعة شاملة للمواضيع الدروس المهمة المقترحة بقوة. أما الآن نبدأ قضية المقترحات. بالنسبة لشعبة أدب وفلسفة، المقترح الأول دائما هي وحدة الحضارات القديمة Ancient Civilizations. الموضوع الثاني راح يكون على بالنسبة للموضوع الأول وحدة الحضارات القديمة، الموضوع الثاني يكون وحدة Ethics in Business أو Education، أو مزيج بين وحدة Ethics in Business والإدوكيشن. يعني موضوع ثاني في البكالوريا يكون موضوع حول مثلا الرشوة في التعليم bribery or counterfeiting التزوير in education في التعليم أو in schools في المدارس أو في الجامعات universities. هذا يكون مزج الأستاذ اللي يخدم سوجي تاع الباك يخدم لكم سوجي، يكون مزيج بين الوحدة الثانية ethics in business الوحدة الثالثة education. Concerning the first topic the back exam، الموضوع الأول في البكالوريا يكون على وحدة الحضارات القديمة، وتكون وضعية على حضارات قديمة وضعية أخرى بالوحدات الأخرى، ممكن عن أهمية التعليم أو عمالة الأطفال child labor إلى آخره. الجاية تحطيت فيديو تحفيزي خارق في قناتي، تجيو تشوفوه، ديرو أبوني في لاشين تاعو ودعموه. أوكي نكملو. قلنا أما شعب لغات أجنبية، الموضوع الأول راح يكون على الحضارات القديمة Ancient Civilizations، الموضوع الثاني أيضا من وحدة الـ Education مع الـ Ethics in Business. عندك Counterfeiting، عندك Bribery، عندك Money Laundering تبييض الأموال أو تزوير الأموال Money Laundering، عندك Child Labor عمالة الأطفال. هذا بالنسبة للمواضيع. قد يعجبك أيضا موضوع متعلق بكل وحدات واللي هو تاريخ انتشار مرض معين، أو على النص يكون حول موضوع الكورونا، أو وضعية إدماجية تكون عن الحلول المناسبة للتخلص من داء الكورونا، أو يكون نص من وحدة الإدوكيشن عن روسيا أو الدول المتقدمة المناهج والأساليب التي اعتمدتها باش تقضي على الكورونا. هكا راح يكون نص descriptive يكون وصفي ولا يكون expository. عفوا perspective لأنه تفسير راح يفسر لك ظاهرة معينة. شعبة اللغات سعيد دي جي باللي قلت باللي شعبة اللغات عندكم Ancient Civilization، كيف راح تحضروا Ancient Civilization بالنسبة للشعب الأدبية وشعب اللغات؟ من خلال حفظ الكلمات اللي نحطها ديما هنا في الفيسبوك تاعي، من خلال مراجعة القواعد جيدا وحفظ وضعيات إدماجية، وبعد تزيد عليها إذا كنت عندكم رسائل لغوي تقدر تزيد، ما عندك رسائل لغوي تحط الوضعيات اللي حطها أنا في الفيسبوك. هذا كتجيب على العلامة لغات يقدروا يدمدلون لنا كورونا فيروس. نعم من مقترح لأنه موضوع الكورونا one of the main topics in our days in our times, so it must be it can be as a suggestion in the back exam. يعني موضوع الكورونا يقدر يكون من بين المواضيع المقترحة في البكالوريا كلكو سوا literature and philosophy or literature and foreign languages. But concerning scientific, it's this topic is more scientific, so it can be to the scientific stream. لأن موضوع علمي راح يكون شعب العلمية أكثر من شعب الأدبية، عكس شعب الأدبية راح يكون موضوع المواضيع دائما تكون أدبية. So I will see the other comments.
What's my face that? This is my Facebook. It's Eamon Sharavan. Picture back to 2020, on 20 or 2020, back 2020. We will start simple revision now. We start with the lesson. I hope that you are seeing this screen too clear or clearly. We start. And now, although, even though, ولا though. تستعمل في أول الجملة تعني برغم أو رغم تستخدم للتعبير التضاد l'opposition أو opposition الجملة الأولى تقول he was sick أما الجملة الثانية he came to school كاين تعارض بين الجملتين الجملة الأولى he was sick يعني كان مريض ب he came to school جاء إلى أقدم أو جاء إلى المدرسة باش نعطو هاد الجملة نهزو الجملة أو الجملة ب نحطو although في بداية الجملة although ونكتبو he was sick ونحط الفاصلة من بعد نكتب he came to school ونحط النقطة مفهوم السكرين تاعي راهي تبان كابتور ديكو واش ندير كي نلقى فقرة ما نعرفوهاش it's possible باش تلقى فقرة ما تعرفهاش من المستحيلات راح تكون الفقرة ديجا درتوها في القسم من قبل أو في دروس خصوصية وتكون من عندها علاقة بالوحدات تاعكم الثلاثة فقط لن تكون خارج الموضوع وإذا جا موضوع في حالة ما صعب وجا موضوع ما كانش خلاص ما لقيتوش راح تكتب مقدمة وتكتب خاتمة وتحاول في العرض تستخدم كتبي فقط اختاروا في البكالوريا مدك زوز مواضيع في الوضعية ما جاي اختار الموضوع اللي مدك فيه الجمل تستعين به وتحطهم ترمت ما بيناتهم وتجيب ثلاث نقاط بطريقة سهلة easily we will see I will check the other comments as I said here although we say although he was sick he came to school full stop ولا نقولو he came to school although he was sick نقطة we can also instead of using although and we can say being despite of being sick he came to school or in spite of being sick he came to school كنستعملو despite of و in spite of ما نحتاجوش انو نديرو الفاصلة ونزيدو b plus ing اللي هي gerund phrase plus the adjective good we will see let me check the last messages جملة هذوك تلصقوهم تبداو باراغراف الاول تكتب first دير فاصلة تخلي زوز مربعات تكتب first زوز let me just explain here wait I'm gonna explain like this first اولا تحط فاصلة تكتب وش تعتقد على الموضوع مثلا نعطيك كورونا فيروس first كورونا فيروس or COVID-19 is too dangerous اوكي فاصلة and مش فاصل and والجمل اللي اعطاهم لك تحاول انك تستخدمهم هنا يلزم رصيد اللغوي so sorry ما كانش طريقة انك تربط الجمل انه ما راح يعطيك العلامة يلزم تكون تعرف شوي لونجلي باش تقدر بالنسبة ما تكس المشكل انكم تعبوا في رواحكم احفظوا وضعيات المقترحة واحفظوا الكلمات تاع كل نص وعرفوا النمط تاع النص منين نجيبوه ولا سورس تاع النص المصدر تاع النص وشوي قواعد فقط تجيبوا 14 13 بسهولة ماهيش حاجة صعيبة كل ادب او فلسفة او اجتماعيات let me see the second comments Education Academy
قلنا قلت مع الاول دونك ما نبقاش نعاودو كل مره. قلنا education ethics in business يجيو في نص واحد، ولا يجي education تجي في الوحده تاع الطبيعه، تجيكم طابع كتابي على education و ethics in business تجي نص او العكس. Here it is, as you see, the last video, آخر فيديو قدمته. It's here. هنا الفيديو ده هذا خاطي. لم يتشك. حطيت وضعية على واحد الحضارات ستاندر اللي هاي هنا. هذه فقرة civilization فقرة مقترحة. هذه فقرة مقترحة أسباب سقوط الحضارات. هذه الوضعية الأولى. الوضعية الثانية راهي هنا، هذه وضعية الشعوب الأدبية ربي يحفظك إن شاء الله. آمين شكرا. As you see here كاين حطيت وضعية إدماجية ستاندر على مساهمات الحضارات القديمة like Egyptian civilization, Greek civilization, Mesopotamia, Sumerian, Roman civilization, etc. هذه نموذج comme le compte rendu français جاهز للحفظ. شعب أدب وفلسفة ولغات أجنبية. So concerning for more lessons لحب يوصلوا للمزيد من دروس وملخصات فقط invitation sur Facebook mon compte ça et la photo c'est bac 2020 la photo de couverture l'Angleterre it's time to learn English. Let me check the latest messages. I wanna see how many messages are there? Study with Abi Owen Mawantrofik. Here you go. Here you saw me. Rakum Shiftoni. So, as I said, the مقترح شعبة البكالوريا شعبة أدب وفلسفة لغات أجنبية وحدة الحضارات وحدة ethics in business مع education تجيك نص على الحضارات والفقه تكون متعلقة بالحضارات والفقه الثانية تكون متعلقة بالeducation أو ethics in business أو العكس يجي نص على الحضارة عن ethics in business أو education والوضعية تكون على الحضارات أو ethics in business. سو الوحدة اللي تركزوا عليها بنسبة 80% هي وحدة الحضارات بقوة للشعب الأدبية وشعب اللغات. ركز احفظ الكلمات تاعها مثلا to civilize civilization civilized civilizable to achieve achievable achieved achieving achievements يساهم احفظوا الفوكابولير كي تكون عندكم فوكابولير واللي تبعني في فيسبوك اني نبعث له الملخصات تاع اللغه الانجليزيه كل درس وحده ونزيد نحط لكم فقرات مقترحه تلقاهم هنا وزيدوا ديروا ابوني في اليوتيوب وبارتاجيو مع لي زامي كل وين نزيدوا لي زابوني كل وين نحط فقرات وكل وين نمد اكثر يعني يلزم الدعم مثلا قناة ناصري أونجلي لقيت واش كبير برغم أنه ليس أستاذ يعني تخصص تعمهش لغة إنجليزية تخصصه هو هندسة جيني سيفيل خاطي هندسة مدنية ليس لغة إنجليزية to be honest يعني ما تبعوش في الزهار. Merci, j'ai tout le temps. Tout de rien, pas de quoi. Et bon courage à vous. Bon courage tout le monde. So, you can ask your questions. You can put your questions. This is it. So, الدرس الثاني اللي راح نشرحه لكم الان هو prefix root و suffix. prefix هو جزء كلمات او حروف يجي قبل الكلمه root هي الاصل تاع الكلمه او الجذر suffix هو الزائده بعد الاصل الذي هو لي suffix. عندنا لي prefix هو عندنا en em el um des no no عندنا an عندنا this عندنا x عندنا enter عندنا see عندنا me عندنا super عندنا pre عندنا miss عندنا an عندنا re عندنا de. okay suffixes عندنا ed ing ness y ion er full f u l less l e 2 s able meant ear an
is like the as you see here, or IT, all, est, li, eri, ik, ours. هذو كلها suffixes. We will see an example. مثلا عندنا أعطى كلمة helpless. Helpless هو يعني حاجة مدمرة غير مساعدة. Okay. Help هو roots. Full هو suffix. Less هو suffix. كما قلنا ما كانش prefix. نرجعو. قلنا suffix هو full. هاي هنا يا full. Suffixes عندنا full. Good. عندنا illegal. أستاذ كان حل سوجي ما نعرفش نحل أسئلة. هذه منها جية وراح ديجا راح ندير لكم فيديو عليها إن شاء الله عن قريب اللي هو فيديو الأسئلة وكيف تجاوب عليهم. وأنا حليت شوفوا في اليوتيوب لاشان تاعي حليت سوجي معاكم. روحوا لاشان تاعي شوفوا الفيديوهات تاعي كلها تستفادوا منهم إن شاء الله. حليت لكم سوجي المنهجية كيف تحل السوجي وكيف تجاوب على true or false كاش ماكش فاهم الجمل. بالنسبة true or false السر تاعها أن الجملة الأولى تاع true or false تقع في الباراجراف الأول، جملة ثانية في الباراجراف الثاني، جملة ثالثة في الباراجراف الثالث. That's all. جاوبني أستاذ مقترحات علوم. اقتراحات العلوم اني مش احتقرت او ما رضيتش لا فقط تعليقات بزاف. بالنسبة لشعبة علوم عندكم وحدة ethics in business وعندكم safety food والاسترونومي. هذا تركز عليهم في ثلاثة تركيز شديد من خلال حفظ الكلمات. عندكم حفظ كلمات وكاين وضعيات تاعكم مقترحة. من بين وضعيات مقترحة هو الكورونا، انهم شعبة علوم راح يجيبوا لكم يمكن على الكورونا، ممكن كيفية حلول الكورونا، او ممكن ان شاء الله تفوت الكورونا من الباك يقول لكم كيف تساهمت الدول في التخلص من الكورونا. استرونومي ما قريتوهاش، اللي ما قريتوهاش نعم استرونومي بزاف اللي ما قراوهاش. دونك ركزوا على فوكس الوحدة الاولى والوحدة الثانية. شوفوا كلمة اللي بعد عنا illegal. illegal legal هو شرعي، legal هو roots، ill هو prefix، suffix ما كانش. نقولنا من كيف عرفنا بلي prefix نرجع لليست على prefix نقول ill باللي ضمنا prefixes as you see here. good. the second word we have unhappy، غير فرح أو غير سعيد. جزاك الله ألف خير، لا شكر على واجب. unhappy we have un هو prefix. كي نرجعو على ليست تاع لي prefixes نلقاوها ها prefixes عندنا un. عطاك قالك يقول unhappy un كاين unhappy un هي prefix، happy هو root أو suffix ما كانش. نشوفو الكلمة اللي بعدها disappearance. disappearance disappearance هو عدم الظهور أو الانقراض. ديز أو الاختفاء. ديز هو البريفكس، appear هو الروت الفعل يظهر الروت، انس ان سي او هو السافكس. كنا نرجع على ليست على السافكس والبريفكس سافكس نلقاو ان سي او ونلقاو في البريفكسز ديز كيما لايك ديز لايك ابيرنس ديز ابيرنس اكسترا. ايدنتيفايد ان يو ان هو البريفكس ونلقاو في ليست على البريفكس اللي شفناها من قبل. identify identify هنا الاي نردوها ايكاك الاصل تاعها هي root اد هي suffix identified. so this was the lesson of prefix and suffix. كان هذا تاع prefix and suffix كان جواب عليهم في البكالوريا. نروحو الدرس اللي بعده اللي هو present simple. present simple تلقاو في كي تكتبو الباراجراف ولا تكتبو بالباسيف فويس ولا direct indirect speech. عندنا مثلا verb I like you like he likes نزيد لها الاس، she نزيد لها الاس، it نزيد لها الاس، we they you كيما راهي. اس نزيدو اس نزيدو اس اذا كان الفعل ينتهي ب سي اش ولا اس اش ولا اكس زاد ولا دوز اس نزيدو له اس وليس اس. examples they always visit us on Friday. ديما يزورونا كل جمعة. they always visit the verb to visit it's present simple with the pronoun they. I wake up at 8 o'clock in the morning. I wake up at 8 o'clock in the morning for present simple. birds build their nests in the spring. طيور تبني أعشاشها في الخريف في الربيع spring. we have how to form questions.
After from questions, and she likes makeup. She likes makeup. كيما نجي attack likes انتهت بالاس تحط داس في الأول جملة وتكتب جملة كما راهي وتنحي الاس. Does she like makeup? Does she like makeup? وتحط علامة استفهام. قالك he loves Netflix. He loves Netflix. اعطاك اس تقدر loves Netflix. زدنا لها الاس نحي الاس ونعوضها بداز نحط داز في أول جملة وتولي Does he love Netflix? Does he love Netflix? ما نساوش علامة الاستفهام. ممكن يجيكم counterfeiting, bribery, money laundering, child labor, عمالة الأطفال. أستاذ مازال ما بديتش نحل سوجيات نورمال ولا ماشي نورمال؟ نورمال نبداو من اليوم تقدر تحلو وتكفي بالسوجيات على الأقل حلو من 2010 حتى 2015 أو حلو آخر مواضيع لأنها راح تكرر مواضيع تاع 4 سنوات. أكيد راح تكرر وتجيكم مواضيع من المواضيع اللي درتهم في القسم خاصة في الوعية الإدماجية، يعني ما كانش مواضيع بزاف اللي يعني باش يجيبوا لكم حاجة صعيبة مستحيل. قلنا نستعملوا does used with he و she و it، يعني كي يعطيك فعل وتحب يقولك دير question form تاعو انت دير does. اوكي study with أبي أنا حر دونك اي ويل اي ويل شو تبعوني في الديرو جام في لاباج تاعي تاع الفيسبوك حسابي بك اجوتيني دونك نحط لكم فقرات المقترحة بإذن الله. How to form questions قالك they like football sorry do they like football question mark قالك the children like chocolates do the children like chocolate أنا استفهام يعني does نستعملوها مع هي وشي و it do نستعملوها مع we و you and they good. اسم حساب أستاذ هذا هو اسم حساب wait قلت هذا هو اسم حساب من قبل أنا نعطيكم فيه بان لكم اسم الحساب ولا لا بان بان دوك استاذ اوكي اللي في الفيسبوك مداير داخل في ليكوب او مجموعات تاع تحضير للبكالوريا يبارطاجي رابط القناه ورابط حساب على الفيسبوك باش الناس اخرى تستفاد ايضا. انا بزاف اللي عندهم مشاكل في اللغه الانجليزيه. WH question why he put issue WH questions is too easy I will explain that. ما نعطيكم باختصار what نستعملوها باش نسألوا على حاجة مثلا what is your name ما هو اسمك what's the name of your brother وش اسم أخوك what's this ما هذا what's that ما ذلك. فقط هون باش نسألوا بها على الفاعل الشخص who is your friend شكون هو صديقك صديقك عفوا who is your favorite teacher شكون هو استاذك المفضل who is your favorite actor شكون هو ممثلك المفضل who is your favorite or best actress ما هي الممثلة عندك المفضل or who is your favorite singer شكون هو المغني عندك المفضل. هذا بالنسبة إلى هو اللي تعني من إلى الشخص which تعني أي which one وش من مثلا نقول لك نعطيك زوج شيكولات واحدة شيكولا بيضة واحدة شيكولا كحلة نقولك which one do you want وش من واحدة تحب which one do you want okay which تعني وش من واحدة ولا تعني التي اللي هي اسم موصول. عندنا أيضا where هذا من المكان نسأله بها where هي أو where are you going إلى أين أنت ذاهبة أنت ذاهب where is the hospital أين هو المستشفى where is my book أين هو كتابي where is the link of your channel أين هو رابط القناة etc. عندنا when هي تستعمل اللي هي باللغة الفرنسية quand متى باش نستعملو على الوقت. when does the lesson start when does the lesson start متى تبدأ الدرس أو متى يبدأ الحصة. when do you leave when do you leave متى تغادر. when أيضا هي اسم موصول. اللي هي التي تعني عندما. So concerning WH questions and what, where,
when عنا أيضا how اللي نسأله how سافدير كومو how did you get the back كيف تحصلت على البكالوريا how did you get the back or how did you choose English at university how تعني كيف أيضا WH عنا how when where who who's هي الملكية who's pen who's this pen لمن هذا القلم who's this channel لمن هذه القناة ممكن تضع في حسابك فقرات على كورونا إن شاء الله I put donc فقط study with a bit in order to شبيها in order to تعني بهدف مثلا in order to fight corruption بهدف محاربة التزوير corruption أو الفساد corruption we have to يجب علينا هذه in order to بهدف كما راكم تشوفوا كي تبعثوا لي ديزانفيتاسيون راني نقبلكم كلها دونك اللي عنده فيسبوك سيل و بلاي ادعمونا لا باج تاعنا فيسبوك اي من شراب حسابي ديروا لنا ابعثوا انفيتاسيون علقوا بلي كومونت توج التاغي وديروا تاغ صحابكم صحاباتكم باش يستفادوا أكثر ونحط لكم فقرات بإذن الله هذا الأسبوع هذا هما WH questions اللي سقسات ولا اللي سقس على WH questions ما هم WH questions كل يبدأ بWH وات تستعمل الحديث عن شيء معين What is your name? ما هو اسمك؟ Who عن الشخص Who is this? Who is your teacher? من هو أستاذك؟ Who's للملكية WHOSE Who's للملكية? Who's this pen? لمن هذا القلم؟ Where عن المكان؟ When عن الوقت؟ How عن الكيفية؟ وهبة أي sure thanks You are welcome. Never mind. Anytime. I'm here always. If you have any questions, you can ask me. You can text me or you can send messages on my Facebook. This Facebook. عنده أي سؤال في خصوص اللغة الإنجليزية. Just text me and send me message on Facebook. تواصل في حساب على الفيسبوك. So I will see the last. تقدروا تطرحوا الأسئلة تاعكم ونجاوب عليها أستاذ أنا أحب ندي معدل منيح أني فاقد أمن إنجليزية Just one thing فقط في اللغة الإنجليزية لازم تحل المواضيع وتترجم الكلمات تاعك تحفظهم تهز أكبر قدر ممكن
ممكن من لغات من الكلمات عفوا في اللغة الإنجليزية، خاصة من شعبها. شعب أدبي، أدب لغات وأدب فلسفة، ركز على وحدة الحضارات القديمة، كلمات تاعها والفقرات تاعها. وبإذن الله ندير لكم منهجية كيف تجاوبوا وكيف تتعاملوا مع الأسئلة يوم البكالوريا. لغات، تركز على الإيثكس، عند عفوا أستغفر ربي أتوب إليك، أنشنت سيفيلايزيشنز قايها بزاف 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 بزاف. وشوي من ايثيكس ان بيزنس فقط تجيبي 11 12 فاسيلمون. مام انا استطيع لي ما عرفش نجاوب الاسئله لوني. باذن الله ندير لكم فيديوهات نحلوا فيها مواضيع في اللغه الانجليزيه و اند وي ويت سي ان شاء الله. فقط تابعوا ديروا ابوني وفعلوا جرس باش الفيديوهات اللي ندير يوصلوا لكم. اللي ما يعرفش يجاوب منهجيه، اني درت ديجا في ان فيديو، ها هو كي الفيديو اسمه موضوع مقترح لشعبة اداب وفلسفه ولغات مع كيفيه الاجابه زائد نصائح ليوم البكالوريا، شرحت فيه بكل النقاط بالتفصيل ان شاء الله. فقط شوفوا هذا الفيديو، اللي ما يعرفش يجاوب هذا هو الفيديو موضوع مقترح لشعبة تاعهم. So this is a video concerning how to deal with the baccalaureate exam questions. هنا شرحت فيه على منهجية الجواب الإجابة. ممكن تكتب في مواضيع اقتراح شعبة علوم، صراحة عن قريب إذا لقيت وقت ندير شعبة علوم. أنا كنت أدب وفلسفة، بروغرام تاع أدب وفلسفة لغات أجنبية نعرفو بقوة، أما شعبة علوم ما عنديش وقت بزاف. But I will try. شعبة علوم إيثيكس إن بيزنس تعاملي فيها بزاف، والوحدة الأولى كاين بزاف قنوات لي يحلو لي سوجي العلميين، أنا نحل لي سوجي الأدبيين، أدب ولغات أدب وفلسفة. وإن شاء الله وقت ما نلقى الوقت لكم المنهجية قريبا. نفس الطريقة اللي أنكم تهزوا السجي، ترجموا الكلمات تاعكم تحفظوهم، وبعد تروحوا القواعد والوضعيات، يعني تبدأوا بالوضعيات والنصوص تحلوا لي السجي باش تعلموا المنهجية. نشرحو درس خفيف اليوم، عندنا ملخص درس الشورت كونديشن ان انجلش تلقاو في لاباج تاع فيسبوك. نبداو، عندنا النوع الاول نستعملوه باش نهضرو على عن احتمالات في الحاضر او المستقبل. القاعده اف نزيد لها السابجكت اللي هو الفاعل مع الفيرب ان ذا بريزنت سيمبل. بريزنت سيمبل نزيدو يا اس يا او اس، او بلاس ويل بلاس ستام الفعل without تو. نشوفو مثلا قالك if you study hard فاصلة you will get the back نقطة، ولا نقولو you will get the back. نبداو بالنتيجة جملة تجاوب الشرط ومن بعد الشرط. if you study hard كي نديرو if في بداية الجملة، من بعد كي نكتبو جملة A ومن بعد نحطو فاصلة ونكتبو جملة B. أما كي نديرو if في وسط الجملة ما نستعملوش ما نحتاجوش إلى استعمال الفاصلة. أوكي، هذا النوع الأول قالك if you study hard you will get the back، إذا تقرأ مليح سوف تتحصل على البكالوريا. النوع الثاني نستخدمه الحديث عن وضعيات لا يمكن حدوثها، that cannot happen can't happen in our life. القاعدة تقولك if clause جملة شرط فيها past simple main clause would plus them. مثال if I needed your help فاصلة I would call you. نتاعك مثلا تعرف مثلا تعرف الفرنسي وتجيب فيها مليح، ويقولك واحد يقولك واحد باش ما تحتاج مساعدة أنا هنا، تقولو if I needed your help I would call you. مادام انت مليح في اللغة الفرنسية وتجيب فيها نقطة مليحة ماكش راح تحتاج مساعدته. دونك if I needed your help I would call you. نحطو if plus subject needed past simple a day، ولا إذا كان فعل نظامي أدي، إذا كان أفعال غير نظامية تحفظ كما go to the went كما come to the came كما take to the took كما arrest نظامي to the arrested need to the needed
اكسترا. ازاي تحط فاصلات واللي تحط سبجكت بلس وود بلس ذا فيرب. النوع الثالث، النوع الثالث نتحدث عن الوضعيات في الماضي حدثت أو لم تحدث. القاعدة if subject plus past perfect، past perfect هو had been تساوي subject plus would have plus past participle. if you had been careful يعني لو كنت جيت منتبه شوية أو متوخي الحذر فاصلة you would not have injured yourself، راك ما جرحتش روحك. you would not have injured yourself. إذن هذا هو concerning الدرس تاع if conditional. الدرس اللي بعده هو هذه راهي وضعية على شعبة الوحدة الثانية ethics business. أنا بعض الكلمات نستعمله fake or counterfeiting or imitation تزييف، الرشوة الفساد والاختلاس fraud plagiarism corruption and bribery. bribery هي الرشوة والcorruption فساد. fraud هو ال fraud الاختلاس أو العمل عند الأطفال child labor أو عمالة الأطفال محسوبية nepotism fast food الوجبات السريعة fast food هذا بالنسبة للشعب العلمية فقط. سلوكات إخلاقية اسمها unethical behaviors هذه المقدمة اللي تحطها needless to say that وتحط اسم الموضوع اللي يعطاهولك في الباك مثلا جابلك على contributing تزوير تحطه is a major problem problem كبير it increases lastly it increases ارتفعت في lastly مؤخرا في عديد من الدول in many countries because of بسبب the unawareness الغير وعي and the lack of governing control وغياب المراقبة الحكومية. طب هنا يا صاي تحط فول ستوب تروح تخلي زوز مربعات وتبدا العرض تاعك. topic اللي يعطاهولك دائما مثلا هذا corruption تحت corruption is always dishonest فاصلة immoral and unethical غير أخلاقي behavior. on other hand فاصلة it has harmful effects it has harmful effects عنده مخاطر خطيرة not only ليس فقط on individuals بل individual but also on economic أيضا في الاقتصاد and society والمجتمع society. Furthermore, كما زيد, a lot of societies, العديد من مجتمعات والأمم, are stressed, راهم في ضغط كبير, and say that, ويقولون that it's high time, درس قواعد قيته, it's high time to address the government, someone want to address the government in order to put an end to it. It's high time, من فعل يجي في الأدي, أو إذا كان فعل غير منتظم, تصريف تاعو الثاني في الحديث تاع irregular verb, be verb irregular. It's high time to address the government in order to put in order to هذه دي سقسانية اللي قبيل بهدف in order to put an end to it. تجي تخلي تحط full stop تتعب تحت الأخير تخلي زوز مربعات وتكتب finally فاصلة I wish all the government should do more to combat مثلا التوبيك تحطه دائما counterfeiting by founding stricter law بإيجاد قانون صارم أو عادل. بالنسبة للتوبيك في حالة الموضوع فاست فود يجب استبدال الجملة بالنسبة للشعوب العلمية. إذا جاكم على فاست فود الجملة الأولى من العرض هذه اللي مكتوبة بالأخضر is always dishonest, immoral and unethical behavior تبدلها fast food is unhealthy meal وجبة غير صحية because it may cause a lot of diseases such as obesity, stomach aches and toxics. لتوكسيك. That's all. هذه وضعية للشعب العلمية والأدبية واللغات وكل شعب تصير اقتصاد. إذن بعثوا لي انفيتاسيون على فيسبوك نكملوا التواصل في الفيسبوك والوضعيات المقدمة كل
كلها نحطها في الفيسبوك، وشكرا شكرا على المتابعة.